اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عدنا لكم بهذا العود الجميل جدا والمميز. مواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر، وكذلك حاضر معنا الصدف بالنسبه للشمسيه، حوالين شمسيه والقمريات، وبالنسبه للمضرب او الرقمه، وكذلك في الفرس، وكذلك في الكتافه. وعندنا الظهر من الفينجي بالكامل بالإضافة للزند والبنجق الكامل من الفينجي. عندنا الزند عيالي في هذا العود، نقدر من هنا نتحكم ببعد الدوسر وبعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة. وعندنا المفاتيح والمسطرة من الأبنوس درجة أولى، والأوتار عندنا من الكروشنار دوزان دودو. خلونا الآن نبدأ نختبر هذا العود بمختلف المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما. نبدأ thank you.
ختام عرض هذا العود خلونا نجي الاختبار الأخير العزف على الفينجر بورد كامل نبدأ.